خالد بيه. يلا عيني عيني يا بركة. يا رئيس أنبه بس لمخالفة اللائحة في المادة 326 و27 و28 في التصويت الجاري. حابب بس أذكرها في المضابط أن هذا التصويت الجاري لا يوجد في اللائحة ما ينص على استكمال التصويت في اليوم الثاني. أخذ الرأي. أنا يا جماعة بسجل رأي. أرجو من السادة، أرجو السيد النائب، خلاص أرجو من السادة النائب. تفضل سيادة النائب. سيادة النائب أرجو من القاعة، القاعة أرجو من السادة النائب. يا شبايك 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 اتفضل اجلس. السيد النائب خالد يوسف اتفضل اجلس، اتفضل اجلس، اتفضل اجلس، اديت الرأي واتفضل اجلس، اتفضل اجلس سيادة النائب، اتفضل اجلس سيادة النائب. ابديت الرأي خلاص، ابديت الرأي خلاص. لسه لم يبدي رأي، لسه لم يبدي رأي، سيادة النائب. تم المنادات عليه بالأمس ولا لا؟ لا. سيادة النائب موافق ولا غير؟ تفضل. 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 خلاص 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 خلاص. اتفضل سيادة النائب. سيادة النائب أحمد طنطاوي أرجو أن تلتزم الإدارة. أسباب امتناعي عن التصويت. ممتنع عن التصويت وسأوضع ممتنع السيد النائب عن التصويت. السيد النائب أنا مش عاوز أضطر مرة أخرى أعطروس في تفسير النص القانوني. لو تكرم لا تقاطع، لا تقاطع رئيس الجلسة أرجوك. لا أود أيضا أن أعطي دروس في تفسير نصوص اللائحة والدستور. تكلمت كثيرا في نصوص اللائحة وأعلم باللائحة علما تاما نصوصا وتفسيرا. لا يوجد ما الجلسة منعقدة انعقاد صحيح واستكمال التصويت صحيح، وهذا يعني إن من ذكر الرأي لم يلم إلماما كاملا بنصوص اللائحة ولا بالسوابق البرلمانية ولا بما يجري في المجالس النيابية. نحن نعلم باللائحة علما تاما ونفسرها طبقا للدستور وطبقا لطرق تفسير اللوائح المتعارف عليه. لا. هذا سيادة النائب بهذا الكلام يعني أنه لا يريد إقرار العلاوة، ويتضح ذلك جليا للرأي العام من هو مع مصلحة الشعب ومن هو ضد مصلحة الشعب. تفضل سيادة أفضل أرجو أن تلتزم الهدوء. اتفضل نادي على الأسماء. السيد النائب عبد الرحيم علي. نادي على الأسماء. تفضل نادي على الأسماء. النائب عبد الرحيم علي. الذين لم تنادي عليهم بالأمس. تفضل. أرجو أن تلتزم الهدوء سيادة النائب. أرجو أن تلتزم. النائب ممدوح مقلد. النائب ممدوح مقلد. رقم العضوية. تفضل. رقم العضوية 380. أنا بعتذر لأني ما كنتش أعرف، بس أنا جيت مخصوص وبعتذر. أنا موافق على القانون. شكرا. موافق. أقعد يا أحمد. أرجو أن تجلس سيادة النائب. أجلس سيادة النائب. أجلس سيادة النائب. اتفضل أجلس. اتفضل أجلس سيادة النائب. اتفضل أجلس سيادة النائب. اتفضل اجلس سيادة النائب. لما يخلص بس حاضر لما يخلص. اتفضل اجلس سيادة النائب. اقعد يا احمد. اقعد يا احمد. اقعد. اجلس. اجلس يا عامر. اجلس. اتفضل نادي على الاسماء.
أرجو من السادة الأعضاء عدم إفساد الجلسة. من أتى لإفساد الجلسة يجب تفويت الفرصة عليه. من أتى لتفويت أو لإفساد الجلسة يجب تفويت الفرصة عليه. طب إحنا هنجمع الباقي إزاي؟ أرجو تفويت الفرصة على من يريد إفساد الجلسة. نادي على الأسماء وليعلم الرأي العام بالصوت والصورة الآن من هم ضد مصلحة المواطنين الغلابة. تفضل يا فندم، رقم اسم حضرتك ورقم العضوية. ده أسامة، ده أسامة. أنا عندي اللائحة وأستطيع أن أطبقها بما يحقق العدالة والانضباط داخل هذه الجلسة. يا رئيس الاسم ورقم الوضع. انتم يعني بنعطيكم الفرصة كمعارضة بتعبروا عن رأيكم، بس افساد الجلسة مش من حقكم. اتفضل.